بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين، سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا يا رب العالمين. خليك إيجابي، النصر لسه بخير. طبعا كلنا عارفين إن الناس طالعة من حالة كانت صعبة امبارح في مصر، ولسه ما زالت النهاردة برضو المطر والرياح في بعض الأماكن، وكان في ظروف قارصة جدا، وكانت ناس عليها ظروف صعبة جدا، لكن جدعنة وشهامة المصريين دايما موجودة في دمهم، يعني دايما الحاجة دي موجودة في الدم، يعني اللهم لك الحمد إن احنا من مصر والشهامة والجدعنة موجودة في دمنا، ومحدش بيتخلى عن حد من الناس الجدعان. تعالوا نشوف بعض المواقف الإيجابية اللي الناس قامت بيها. ده موقف الكنيسة، طبعا القطارات وصلت رمسيس، توقفت خلاص قطارات، كل السكة الحديد توقفت، المطرة نازلة سيول جدا جدا على دماغ الناس، الناس مش عارفة تروح فين، اتحركوا على رمسيس، الدنيا كلها مقفلة، خبطوا على باب كنيسة في منطقة في رمسيس، الباب اتفتح، لحد سألوا انت مين، مسلم ولا مسيحي ولا ايه، ادخل ادخل ادخل. الناس دخلت ونامت على طول. الفجر كان على اذان مسجد الفتح القريب من الكنيسة، اللي هو مسجد الفتح اللي موجود في رمسيس كلنا عارفينه، بعت عمل وجبات سخنة للناس، الناس كلها اكلت وراحت في نوم عميق بعد تعب يوم جامد من السيول. في اوقات الشدة مصر بالذات لا بتسأل انت مسلم ولا مسيحي ولا انت ايه، بس انت بتعرف انه عبد من عباد الله، وهو طالب الحماية وطالب يلجأ، طالب حماية او طالب مساعدة، وهو عبد من عباد الله، ايا كان العبد ده بقى مسلم من مسيحي، بيت من بيوت الله، اي حد، اي بيت مصري، يا ترى مين كل اللي نايمين دول بقى اللي انتوا شايفينهم في الصورة دول، مين عارف ده مسلم ولا مسيحي ولا ايه؟ هو ربنا خالق مصر كده، ومصر هتفضل كده، عشان كده ربنا هيحفظها ان شاء الله على الدوام. الجدعنة في المصريين في كل مكان. ده موقف ايجابي تاني، القطار برضو توقف في بني سويف بسبب الـ السيول والعواصف. على فكرة ده ما كانش بالليل، ده كان بالنهار، بس هي كانت الدنيا كده. المهم ان رجالة الكرم في الصعيد وفي كل مكان عزموا القطر، طبعا في ناس كتير قامت، اللي جاب وجبات واللي عنده عربية اخد يوفر عربيات بديلة علشان لو حد مكانه قريب يعني، والاماكن البعيدة بدأت الناس توفر لهم مبيت، اماكن مبيت ليهم يعني، وبيتوا معظم الناس، احتووا المكان على قد الناس، اللي بيت في المحطة في الجامع بتاع المحطة، واللي في البيوت اللي هي جنب المحطة ورا المحطة على طول، وقاموا بكرم كبير جدا ان هم اخدوا القطر عندهم. ده كمان بغض النظر كمان عن كرم الضيافة، اللي هم ان كانوا قدموا وجبات او حاجة للمسافر. دي عروسة المية والدنيا، فطبعا هيركبوها في اللي بينقل العربيات ده، التراكتور، تمام، اهو هنا هيركبوها، هي ركبت هي وعريسها، اخوها اللي جنبيها ده تقريبا لسه حد هيركب معاهم كمان، وهيشيلهم هو بقى بكل ايه وكل طمأنينة، ويتحركوا بقى ايه، ينقلهم من الحتة اللي فيها مية دي بقى إيه؟ يعني ايه حاجات ايه مضحكة، يعني ايه مواقف من اللي حصلت امبارح. تمام، وهو ماشي بيهم الراجل، اوبا استر يا رب، هيكمل بيهم بقى ايه وينقلهم على الناحية التانية. دي برضو بصوا الناس، بصوا بيعملوا ايه، اكيد الناس دي مش ايه يعني مش بتقبض من حد حاجة، وان كانوا دول مثلا قدام المحلات بتوعهم، تعالوا شوفوا هنا الناس دي، تمام، كل ده حاجات ايه، ناس متبرعة ومتطوعة، فهي دي الجدعانة اللي احنا بنتكلم عليها، تمام، او مثلا كده هو بيعدي اهو الناس اهو، ده مش قابض منه حاجة طبعا، تمام، فهي دي اللي احنا بنقول ايه، هي دي الجدعانة اللي احنا بنقول عليها، وجدعانة المصريين والمواقف الإيجابية. بص أي حد في القاهرة عندي شقة فاضية، أي حد في اسكندرية، شوفوا الناس بعتة دي اللي هي الجروبات اللي هي جت، اللي هي جت في السوستة، بص الناس كلها، اللي عاوز حاجة، اللي عاوز عربية 4x4 تروح له في أي مكان، أي حد من محافظة كذا من المنيا، واللي محتاج حاجة يكلمني، يعني بص بقى حاجة، بص كله بتاريخ أمس امبارح، وادي اللي ده موضوع قلناه، موضوع العروسة، فبصراحة ايه المواقف جميلة جدا.
فتلاقوا ناس كتير اهو، اي حد على طريق مطار برج العرب ومش عارف يروح بيت مفتوح يشرفني في اي كده، مش عارف اللي هنا انا كنت حاجز قطر وما روحتش واللي عايز التذكره يكلمني. بصراحه اهو ناس بقى ايه الجروب، طبعا رجاله جت في السوسته هم اللي ايه هم اللي بيعملوا كده. هي ده جروب كبير جدا يعني، في ناس كتير من كل مكان بتقدم خدمات. انا في اسماعيليه واي حد مش عارف يروح يجيني انا، او اي حد على الطريق مش عارف ايه انا تحت امركم. بصراحه يعني جدعنه المصريين ما حدش يقدر يتكلم عليها في المواقف الايجابيه. ده الموقف بقى الفظيع خالص يعني، ده الموقف اللي هو ايه اللي هو اي حد يقول الراجل ده بيستعبط، طب ما يسيب العربيه الجيب تزق يعني. هو ما كانش في حبل ولا حاجه، عربيه الجيب دي كان في 4 5 عربيات شباب كده جامدين بسم الله ما شاء الله، بيتحركوا في كل مكان في الجمهوريه يشوفوا اي حد مزنوق يوصلوه في اي مكان، وبينشروا بوستات كتير على الفيس وبيقولوا ارقامنا اهي، يقول الشخص هو فين واحنا نروح نجيبه ونوديه مكانه. فطبعا الراجل ده عمل ايه؟ هو هنا بيقول لك للاسف ما كانش فيه حبل، والاقصدان بتاع العربيه الجيب كان اعلى من العربيه دي، فمش هينفع يزقها. عشان كده الراجل ده كان الحل الوحيد، وحتى ايه حتى دي ما كانتش فكرتهم، هو الراجل نفذ على طول من غير ما يتردد يعني، ما فكرش في الموضوع. فطبعا الراجل ده مش بيستعرض ولا حاجه، لا ده هو ايه قرر ان هو يساعد بالطريقه دي. فهو ده اللي احنا بنتكلم عليه، هي دي المواقف الايجابيه بتاعت الايه بتاعت المصريين. ودي صورة ال4 عربيات اللي بقول لكم عليهم، العيال متحركين اهم بسم الله ما شاء الله، رجالة شهامة مفيش بعد كده يعني. الجروب ده رجالته اعضاءه دمتم بصراحة يعني ايه شباب جامدين قوي، ربنا يحفظهم بإذن الله. ده بقى موقف شهامة وجدعانة برضو، الراجل ده رجع بالعربية بتاعته علشان يساعد الراجل الابيض اللي واقف ده، تمام. العربيات كلها معدية وهو واقف هنا عالق مش قادر، تمام. فطبعا جه من ورا ومشي بالراحة وسنة سنة، وطبعا خرجوا من أزمة المية. فعشان كده حاولوا تخليكوا إيجابيين على قد ما تقدروا، وشيروا الفيديو على الناس علشان الناس تعرف جدعنة المصريين. والسلام عليكم ورحمة الله.